نسمة معايا بره. ايه ده؟ لحقت تكشف؟ المرة دي مش أنا، هي اللي هتكشف. هي اللي هتكشف؟ خد المفاجأة دي، الآنسة بتصيع عليا. الظاهر كده إن هي قابلت حد من اللي أنا كنت متجوزهم قبل كده وفهموها الليلة ماشية إزاي، وعاملة فيها شادية وجاية تربيني. قال إيه ما ينفعش تتجوز عشان عندها مرض خطير. قالت لك كده ودينك؟ آه يا عم، وعايشة لي في الدور، بس أنا بقى حطيتها في دماغي. كانت عايزة تاخدني للدكتور بتاعها اللي هي طبعا متفقة معاه، بس أنا قلت لها لا، الدكتور بتاعك إيه؟ جبتها لك عشان تجيبني آخرها. يا صفاء دخلي أنسة شادية. نسمة يا عم. لا نسمة نسمة. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. نسمة خطيبتي دكتور شوقي. ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا. فرصة سعيدة يا دكتور. ايه مالك؟ ما وشك زي القمر اهو. بتشتكي من ايه؟ عندي صداع مزمن وبدوخ على طول. لا بسيطة ان شاء الله، بسيطة. طيب حضرتك هتعملي لي رسم مخ، تحليل دم، ورنين مغناطيسي. بكرة الصبح إن شاء الله. To see you. My friend? Yes. في عشاء الساعة 2. عمال اكلمك بقالي 4 ساعات. نايم والموبايل سايلنت، في ايه؟ في مصيبة هادي، مصيبة كبيرة. مصيبة ايه على الصبح؟ ظهر ان اللعبة قلبت بجد. لعبة ايه؟ اخلص. نسمة حالتها خطيرة زي ما قالت لك. مش هتكمل السنة. مش انا اللي بقول يا هادي. أشعة والتحاليل اهي. كانسر في المخ. واصل لمرحلة ما يقوس منها كمان. كفاية بقى يا هادي. ما تلعبش بمشاعرها أكتر من كده. خليك بني آدم يا أخي. يا ساتر يا رب. يا ساتر. طب أنا ممكن أسفرها برا. ممكن أوديها أحسن مستشفى، أنا مستعد أصرف ملايين. لا برا ولا جوه. البنت خلصانة خالص. ويكون في علمك. اللعبة الحقيرة اللي كنا بنلعبها مع بعض انا وانت مش هلعبها تاني. خلاص يا هادي، دي إشارة من ربنا. ربنا يهديك ويسامحني.